تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على إكس، فيسبوك، إنستغرام وتيك توك. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يتم التداول بخبر مفاده أن ميقاتي وقع على مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي أموس هوكستين، وأكد في بيان أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وذكر بما كان قد أعلنه ميقاتي فور صدوره النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال رئيس الحكومة بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال قد عبر من نيويورك عن ترحيبه بالنداء المشترك الصادر بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وقال: تبقى العبرة في التطبيق عبر التزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري، قد يتحول إلى عدوان بري، بل إلى مسرح لحرب إقليمية واسعة. وآمل أن أعود إلى بلادي متسلحا بموقفكم الصريح الداعي لوقف هذا العدوان واحترام سيادة بلدي وسلامته. إنني أتحدث باسم لبنان، ووجودي هنا ليس لتقديم شكوى فقط ولا لتقديم عرض مفصل عن عدد الشهداء والجرحى والدمار الذي هجر البشر ودمر الحجر، فذلك مثبت للرأي العام العالمي بالصوت والصورة. وإنما وجودي هنا للخروج من هذه الجلسة بحل جدي يقوم على تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن للضغط على إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار على كل جبهات وعودة الأمن والاستقرار لمنطقتنا. الشعب اللبناني يرفض الحرب ويؤمن بالاستقرار ويعمل من أجل المستقبل، ولبنان دولة مؤسسة للأمم المتحدة، وهو من المساهمين في وضع ميثاقها، كما شارك لبنان في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عبر الدكتور شارل مالك. إن هذا الإسهام يعكس التزام لبنان العميق بالقيم الإنسانية والعدالة الدولية. واليوم باسم هذه القيم التي جمعتنا تحت مظلة الأمم المتحدة جئنا لنؤكد على حق لبنان في الاستقرار والأمن والأمان، وحقه في السيادة والدفاع عنها، وحقه في استعادة أراضيه المحتلة. إن التوترات الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طويلة من النزاعات والاعتداءات التي لم تجد حلولا جذرية. إن إسرائيل لم تتوقف عند انتهاك قرارات الأمم المتحدة التي صدرت على مدى سنوات طويلة، وخصوصا القرار 1701 الذي كان من المفترض أن يشكل إطارا لتحقيق الاستقرار الدائم في جنوب لبنان. مصدر مقرب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أشار للعربي الجديد أن لبنان يتعاون بكل ما أمكن من الجهود مع الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، ولكن المعرقل هو الإسرائيلي، ورأى أن في حال فشلت مساعي التهدئة المؤقتة يجب أن يرى العالم أن الإسرائيلي هو الذي يريد الحرب واستكمال مجازره بحق الشعب اللبناني. المصدر تحدث عن غموض حول نتائج المساعي، مشيرا إلى أن ساعات حاسمة تنتظرنا وسيتضح فيها كل شيء. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأنباء عن وقف إطلاق النار غير صحيحة، ورئيس الوزراء لم يرد على العرض الأمريكي الفرنسي. وأشار المكتب إلى أن نتنياهو أمر الجيش باستمرار القتال في الشمال بكل قوة، مضيفا: الحرب في قطاع غزة ستستمر أيضا حتى تحقيق الأهداف. وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في مكتب بنيامين نتنياهو قولهم إنه يوجد ضوء أخضر لوقف
إطلاق النار بهدف إفساح المجال للمفاوضات، وجاء ذلك في ظل الحديث عن مبادرة أمريكية فرنسية لوقف إطلاق النار في لبنان بين حزب الله وإسرائيل بعد أن توسع التصعيد وشنت إسرائيل عدوانا جويا مكثفا على مناطق في جنوب لبنان والبقاع، ما تسبب بسقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى اللبنانيين في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة. فاصل أول ونعود لمتابعة النشرة. النشرة مستمرة. تحرك لوزارة الشؤون الاجتماعية ووزير الشؤون الاجتماعية باتجاه مراكز إيواء النازحين يضعنا في أجوائه الزميل حسين شحاد. حسين يعطيك العافية. الله يعافيك جورج، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالفعل نحن الآن في علاي، حيث يقوم وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار بجولة على عدد من مراكز التي تأوي النازحين الذين أتوا من كافة المناطق اللبنانية التي تتعرض للقصف والاعتداءات الإسرائيلية. هذه الجولة التي ستشمل ثلاث مدارس، وهي مدرسة النهضة في بمكين، مدرسة بتاتر في بتاتر، ومدرسة شارون في شارون. وخلال هذه الجولة سيتم توزيع كمية من المساعدات التي للنازحين التي تأمنت من خلال اليونيسف. هذه المساعدات هي عبارة عن حرمات مياه، مستلزمات للأطفال، ومستلزمات للنوم، أي فرش نوم وأكياس للنوم. ونحن كنا قد قمنا صباحا أيضا بجولة على عدد من مراكز التي تأوي النازحين، إن كان في الدكويني أو في البشرية أو في أونتلييس، وقمنا باستصراع عدد من هؤلاء النازحين الذين أكدوا لنا أن الأمور تسري بشكل جيد، وأن جميع مستلزمات الحياة إن كانت من مأكل أو مشرب أو مستلزمات النوم قد تأمنت لهم. وقد قالوا لنا أنهم صامدون ثابتون رغم كل الجراح، رغم كل القصف والدمار الذي لحق بقراهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم، هم صامدون حتى تنتهي هذه الاعتداءات، وهم ينتظرون بفارغ الصبر لحظة وقف إطلاق النار للعودة إلى قراهم وضيعهم. إذن هذه حصيلة جولتنا التي قمنا فيها، إن كان على عدد من مراكز إيواء النازحين في علاي أو خارج علاي. تبقى العودة لك جورج. شكرا لك زميلنا حسين شحادة، وسنكون طبعا مع مواكبة لهذه الجولة خلال فترة النهار. كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد اجتماع تنسيقي مع المحافظين في مكتبه في الوزارة أن عدد النازحين حاليا في مراكز الإيواء والمسجل رسميا بلغ 70,100 نازح موجودون في 533 مركزا، مؤكدا أن المحافظين موجودون إلى جانب اللبنانيين في كل المناطق ويهتمون بمراكز الإيواء. نحن بنقول أنه نحن مهتمين بمراكز الإيواء والمحافظين والقائم مقامين يقومون بعملهم ضمن مراكز ضمن محافظاتهم وضمن مراكز الإيواء. العدد يلي هو موجود حاليا بمراكز الإيواء والمسجلين رسميا هو 70,100 نازح موجودين ب 533 مركز. هال 533 مركز هن تحت إدارة المحافظين يلي هن المحافظين عم يهتموا فيهم. نحن اليوم بدنا نناقش الاحتياجات اللوجستية للمحافظات والاحتياجات اللوجستية، ونحن اليوم حنقول للمحافظين يفعلوا كل الخلايا الفرعية، كل خلايا إدارة الكوارث الفرعية الموجودة بالمحافظات، وبدنا كمان من المحافظين استكمالا لقاعدة البيانات اللي عم يكونوها وعم نكونها انه يجربوا ويعرفوا النازحين الموجودين خارج مراكز الإيواء الموجودين في شقق مستأجرة. وهيدا الموضوع بيخلينا يكون عندنا فكرة أكثر، فكرة أفضل، وفكرة أدق عن الأرقام، تا ما يكون في تباين كتير بالتصريحات وبالأرقام. طبعا بدنا عناية بأصحاب الأمراض المزمنة، طبعا بدنا عناية بذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا بدنا نأمن الفرش، وبدنا نأمن الغذاء، وبدنا نأمن الدواء، وبدنا نهتم كمان أكتر وأكتر
بالتداعيات التي هي تحصل بالنسبة للنزوح على المناطق المضيفة. المزيد بعد هذا الفاصل الثاني. أهلا بكم من جديد. تابعت الأو تي في تجهيزات الوزارات المعنية للمرحلة المقبلة، وللمزيد ينضم إلينا الزميل جاد جابر من وزارة الطاقة والمياه. جاد، يعطيك العافية. نعم، صباح الخير جورج. نحن موجودين حاليا بوزارة الطاقة لمواكبة الأعمال يلي عم تقوم فيها الوزارات بجولتنا. يعني توجهنا صباحا إلى وزارة الاقتصاد، حاليا نحن بوزارة الطاقة، ورح نتوجه لعديد من الوزارات للوقوف عن كل الإجراءات يلي عم تقوم فيها الوزارات والحكومة اللبنانية لمتابعة موضوع يعني الحالة الصعبة يلي عم بعيشها لبنان، خاصة كمان بظل نزوح أكثر من يمكن 150 ألف شخص خلال هيدي الفترة يلي قطعت. بجولتنا على وزارة الاقتصاد أكد لنا مدير عام وزارة الاقتصاد محمد الشعير أن الوزارة عم بتقوم بكل واجباتها باتجاه متابعة كل الأشخاص يلي عم بحاولوا يستغلوا الأزمة ويعلوا أسعار المواد الغذائية وغيرهم. كما أكد مدير عام وزارة الاقتصاد أنه الكميات من المواد الغذائية ومن المحروقات وغيرها من الأمور الأساسية يلي عم يستعملها المواطن بشكل دوري متوفرة. يعني نحن حاليا بوزارة الاقتصاد ورح ينضم لنا وزير، حاليا نحن بوزاره الطاقه وراح ينضم لنا وزير الطاقه وليد فياض للوقوف اكثر عن كثب حول موضوع الكهرباء، موضوع المحروقات، موضوع المياه، كافه الامور اللي بتتعلق بوزاره الطاقه. معالي الوزير يعطيك العافيه، تفضل. يعطيك العافيه مع الوزير، نحن مباشره على الهواء حاليا. يعطيك العافيه على كل شيء. طمنا كيف اجراءات اللي عم تقوم فيها وزاره الطاقه، خاصه بالمواضيع اللي بتتعلق بالكهرباء، المواضيع اللي بتتعلق بالمي، المواضيع اللي بتتعلق بقطاع المحروقات، يعني تطمن المواطنين حول هدول المواضيع. انه نحن بهذه المرحله مرحله دقيقه، ما فينا الا اول شيء نقول انه نحن واقفين مع ومتضامنين مع كل اهلنا اللي عم بيعانوا، ومع اهلنا اللي عم بيقدموا ضحايا عم بيستشهدوا، إن كان بالمقاومة أو ببيوتهم بالمدنيين العزل، ومتضامنين معهم. ونحن من خلال قيامنا بواجباتنا بالوزارة بدون توقف وبدون أي خوف، نحن هيدي منكون جزء لا يتجزأ من عملية صمود هذه ليطلع لبنان من هذه الأزمة أقوى إن شاء الله، متراص الصفوف تجمعه وحدة لبنان ووحدة اللبنانيين، وتجمعه شعور بالمواطنة يمكن بيقوى بهذه الظروف الشديدة والعصيبة. بالنسبة للملفات اللي عنا واللي عم ننتبه لها، هي موضوع المي وموضوع الكهرباء بشكل أساسي، وموضوع تأمين المحروقات بالنسبة للفيول إن كان بنزين وديزل وغاز أويل للكهرباء. في هذه المجالات على المستوى الكهرباء مثلا التغذية اللي عم نشتغل عليه هو تتأمن دايما الاستمرارية في حركة الفيول واللي هي استيراد الفيول، إن كان الفيول عبر القطاع الخاص ديزل وبنزين أو عبر منشآت النفط كمان ديزل، وهيدي مستمرة العمل، وعم بتكون العمليات المناقصات اللي عم نقوم فيها ناجحة في هذا الإطار. مبارح كنا عملنا مناقصة نجحت، إجا خمسة شركات مقدمين عليها لمنشآت النفط تشتري 33 ألف طن ديزل، نجحت المناقصة مع شفافية كاملة ومع شو بيسموها منافسة قوية، عطيت سعر كتير كتير منيح للديزل اللي بدهم يستفيدوا منه العالم، ولا تزيد المخزون اللي عنا بمنشآت النفط. بهم العالم تعرفوا أنه الديزل والبنزين متوفر بكميات كبيرة، وعنا قدرات تخزينية بلبنان إن كان بمراكز تخزينية أو موزعة على المحطات والأماكن المقبول قانونا نتخزن، بتسمح أنه يكون في أكثر من شهر من المادة موجودة، شهر من الاستهلاك، والباقي كله موجود بالحركة الملاحية بالاستيراد اللي هي بعد ما توقفت أبدا لحد اليوم. بالنسبة لموضوع الكهرباء، الكهرباء عم تستمر بالقدر البسيط اللي مقدرين نأمنينه عبر التنفيذ كيف يسموه المرحلة لخطة الطوارئ اللي عم تعطي حوالي 500 ميجاوات على الشبكة، بتأمن استمرارية المرافق العامة كلها، وبتأمن القدر القليل اللي معودين صاروا عليه اللبنانية حوالي 4-5 ساعات تغذية بهذه المرحلة. هون اللي عم بيصير هو نقل لأماكن
استعمال الكهرباء، الإحاجة للكهرباء زادت بالأماكن اللي نزحوا فيها اللي نزحوا لإلها الأهل، وخفت بالأماكن اللي نزحوا منها الأهل. وهون على كهرباء لبنان شغل أنه تواكب هذه النقلة بمراكز الطلب لحتى تقدر تعطي الكهرباء بالأماكن اللي فيه احتياج لإلها، وهذا الشيء عم بيشتغلوا عليه الإخوان بمؤسسة الكهرباء. بالنسبة لموضوع الماء نفس الشيء، في النزوح عم يكون في مباني جديدة فاضية كانت قديمة ورجع عم يستعملوها من جديد يأهلوها لتكون مراكز للنازحين. هيدول عم يحتاجوا ليكون عندهم أكسس للكهرباء وللماء. عم نشتغل مع المؤسسة الماء ومؤسسة الكهرباء انه نأمن هذا الأكسس، يعني ان كان عددات يرجع يتفتحوا لحتى يقدروا يستفيدوا من الكهرباء، او للماء نفس الشيء سكورة الماء تنفتح ويكون في وصول للماء لهم. واذا كان وصول الماء مش مؤمن عبر المؤسسة مباشرة، مؤسسة المياه عم تكون عندها للطوارئ علاقات عم تعملها لتأمين صهاريج المياه توصل لهذه المآوي أو هذه المراكز، مراكز الإيواء. هلأ بنفس الإطار اليوم كان عنا جلسة مع باللجنة المعنية بمراجعة LRP Lebanon Response Plan، اللي هو الموضوع اللي المؤسسات الدولية عم بتساهم بدعم لبنان بمرحلة اللي هي لمواجهة موضوع النزوح والوزن الاقتصادي للنزوح، عم نحكي عن النزوح السوري. بس بهالإطار هيدا عم نشتغل مع هالمنظمات من خلال دولة رئيس دولة رئيس نائب رئيس الوزراء سعاد الشامي لتأمين جزء بالLRP يكون لحد يعني اليوم هو مرصود لهم 125 مليون، بدنا نزيدهم لل 200 مليون دولار يكونوا مأمنين من هلا لدعم موضوع النزوح المستجد لأهلنا اللي نزحوا من الجنوب من البقاع لمناطق آمنة أكثر اليوم. فبالتالي عم نشتغل على تأمين هذه الموارد لحتى يكون في استجابة أهم وأحسن وأفضل لموضوع النزوح، إن كان نزوح اللبنانية أو نزوح السورية. سؤال مع الوزير، امبارح شفنا غارة قريبة جدا على منشأة الزهرانة، صحيح؟ وتضررت شي منشأة الزهرانة من وراها، وشو بتقول يعني هذه الضربة اللي قريبة كتير على مركز رئيسي مثل منشأة الزهرانة؟ صحيح، هو صارت ضربة بالفعل للأرض اللي هي مملوكة لمنشآت النفط، بس ما انصابوا الخزينات نفسهم. هلا ما بعرف إذا هيدي ضربة مقصودة ولا غير مقصودة، وبحال كانت هي ضربة مقصودة هون ما فينا إلا نكون نوعي العدو أنه مقابل الضرب اللي عم يجي علينا بده يكون في ضرب عليه، فبالتالي هيدي منا لمصلحته. بنفس الوقت نحن بنفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي لعدم الاستقرار وللحرب، بس إذا فرضت هذه الحرب نحن عم نستعد لها. طب سؤال بعد صغير، يعني اليوم كمان طبيعي يمكن في مخزون كافي من المحروقات، بس حركة الملاحة ما زالت مستمرة، هل يمكن شركات الأسيرونسيا اللي هي بتأمن على البواخر اللي جاية من برا تعلي أسعارها وبالتالي تعلي أسعار المحروقات بشكل أوكي. بسيط؟ هلأ هيدا موضوع الأسيرونس موضوع صار أوريدي وهني غلوا أوريدي، يعني ما بعرف قديش بيقدروا يغلوا أكثر من هني مغليين، ونحن أخذنا هذه الأمور بعين الاعتبار مع شركائنا من القطاع الخاص اللي عم تنقل هالبضاعة، ولقينا الحلول. يعني بتتذكر من وقت حرب أوكرانيا والحركات اللي صارت أثرت كتير على الكلفة الملاحة والأسيرانس بالبحر الأبيض المتوسط. ما بعتقد هيدي رح يغير جذريا بهذه المرحلة لحد اليوم. هلا بصير أكثر من هيك بعد بصير بدنا نتصدى، بس لحد اليوم مثل ما قلت لك مبارح فتحنا المناقصة للديزل للمنشآت النفط، وكان في 5 شركات واجينا أفضل نوع بريميوم، يعني طلعت البريميوم على طن الديزل تحت 30 دولار 27 دولار، هذه ولا مرة حاصلة بهذه السنة. شكرا لك معالي الوزير، يعطيك العافية. لكن هيك كان يبدو المشهد من وزارة الطاقة للوقوف عن كافة المستجدات بالمواضيع اللي بتعلق بالكهرباء بالمحروقات وبالمياه. ننتقل إذن للاستماع لأبرز ما قاله مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر. لبنان بيستورد لنا أكثر من 80% من حاجاته كلها تدخل عبر الموانئ البحرية، طالما المرفق مفتوح، طالما ما في ولا انقطاع ولا أي سلعة. اليوم عنا كل
الموانئ مفتوحة وإن شاء الله يا رب أكيد بتبقى عندك تقريبا ستوك عم تحكي من 3 أشهر لـ4 أشهر مواد غذائية، عندك شهرين قمح، عندك غاز منزلي تقريبا بحدود الشهرين، عندك بالإضافة لبنزود بنزين تقريبا بحدود الشهر. اليوم إذا بتلاحظ ارتفعت الوتيرة من يومين وقت النزوح الكبير اللي نزل على بيروت لموضوع الضغط على السوبر ماركت، وصلنا تقريبا بحدود 30-40% زيادة، ولكن اليوم إذا بتلاحظ ومن مبارح رجعت حركة تقريبا البيع والشراء بشكل طبيعي جدا. من جهة تانية عم نتابع موضوع الأسعار، اليوم نحن بحملي نحن والأجهزة الأمنية على بعض الأمور اللي بتتعلق بالفرش مثلا، هلأ عم نتابع بالمصانع، اليوم هلأ كانوا عم يتواصلوا معي رسلنا من النيابة العامة، لأنه برأيي أنا اليوم ما لازم نكتفي بمحاضر ببعض المحتكرين أو تجار الأزمات، لأنه اليوم قابيل مواطن ما عم يقدر يلاقي مأوى لإلو ينام، ما فينا نكون قاعدين عم نطلع نحنا ونقول هيدا عم نسطر فيه محضر ضبط وبالتالي عم نحيله على القضاء. حتى إذا بتلاحظ هون من خلال السيستم كخطة طوارئ عم نشتغل عليها، هعطي متى اليوم نحنا وياك بـ26 الشهر، هلأ هيدا الشخص قدم، حتى إذا الموظف ما قدر نزل على شغله طلع قدم طلب أونلاين عمل أبلود هيدا البيان الجمركي، هيدي فواتير وبوليسة الشحن، هيدول مواد غذائية هلأ عم تدخل، هيدا إذن التسليم عم نحكي هيهون الكونتينرز، ومشروع البيان الجمركي كمان صار موجود هون عندي مباشرة، نسخة اللي لقلو قدم طلبه أونلاين مع الطابع بدون ما حتى يجي على الوزارة، هيدا وصله دايركت SMS لقلو، منكون نحنا مفترض نطلع له بضائعه بشكل سريع حتى لو موصفيننا ما كانوا موجودين هون. بالإضافة تطلع هيدا سيستم للجي اي اس لايف، هلا هو كل مراقبيننا بالسوق وين عم بيراقبوا، ها خلينا ناخد راندملي لنسلم جدل هالصبية المراقبة لوكيشن هيستوري، هيها هلا قد ايه الساعة؟ 1:30 فاتت، 12:30 على البوشرية على هيدا المحل، كانت بسوبر ماركت اكس، كانت بهالمحل، كانت هون كمان على الدورة بوشرية عم بيتابعوا. هلأ أعطيتهم ألرت من شوي مراقبي وزارة الاقتصاد، صرت قادر أولا تعطيتهم سيستم على الألرت قديش مطلوب منهم يروحوا. وبهذا نصل إلى ختام النشرة، للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb ومواقع تواصل يوتيوب اكس فيسبوك انستغرام وتيك توك. التغطية مستمرة بعد قليل عبر الـ OTV للعدوان الإسرائيلي على لبنان، ابقوا معنا.